يا حيوان. مور معلم، مو انت الحيوان التاني. امرك معلم. شو يا، ما عاد نشوفك الا على الطلب. معلم انت اللي طلبت انك ما تشوف خلقتي بنوب، ليكني طول الوقت قاعد برا. اسمعوا لا، اذا فكرك اني رح اقضي بقيه عمري محبوس هون بتكون غلطان. قد ما طالت قعدتي هون رح اطلع، الا ما يجي يوم اطلع، بجوز بعد سنه وبجوز بعد بكره، وساعتها تسمع بعذاب القبر. جاوب. اسمع في ورحمت ابي تحت التراب، لخليك تتمنى، لخليك تشتهي لعذاب القبر وما تناله، لدفعك تمن قعدتي هون ذل ووجع وقهر، لخليك تندم على كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. ليك بتسمع بياجوج وماجوج ما هيك؟ بسمع. وعيونا لأمي يلي بعمري ما حلفت فيهن كذب، لخليك. والله العظيم ما بقدر يا معلم، هي أوامر لمعلم أبو عليا وانت بتعرف. لك شو أنا عم قلك، هربني من هون ولا عم بطلب موبايل ولا حتى لتر ويسكي؟ ليكو ليكو الباب مفتوح، وإذا بتطلع ما حدا بيقدر يمنعني. بدك يعني جن واكسر كلمة المعلم أبو عليا واطلع؟ يعني إذا أنت ما بتقدر أنا اللي بقدر يا معلم. لك ما حدا رح يعرف شو عم بطلب منك أنا، غير إنك تقلي شو عم يصير فوق. صعب عليك؟ صعب تقلي هالكلمتين؟ وحياة شرفي ما حدا رح يعرف، إن شاء الله بينقطع لساني إذا بجيب سيري إنك قلت لي. مثلي إياهم بإذني، إذا لا أنا ولا أنت حكينا ما حدا رح يعرف. مثلي مثلي شو عم يصير فوق؟ روح من وشي. هلا مرحبا أمي، كيفك؟ الحمد لله تمام، طمنيني كيف عايدة والولاد؟ والله الصراحة كان المفروض الأسبوع الماضي انزل على الشام، بس اليوم عرس السجيدة بنت المعلم والكل مستنفر هون. قلت لحالي خبرك مشان ما تفكروني نازل اليوم على الشام. ماشي، مع السلامة. اليوم عرس بنت العم؟ عرس بنت عمي شيدة داير هلا؟ أدهم عم بحكي معك أنا، أدهم. أوامر المعلم أبو عليا بتقول إنه ما تتخطى هذا الباب. خلونا لحالنا. انت رجال؟ عم اسألك جاوبني، انت رجال؟ سبق وجربني. مزبوط، جربتك 20 مرة وطلعت ملك رجال، بس رح اعطيك فرصة أخيرة. تحت أمرك. زاهر،
بإمكانك إذا حبيت تحضر عرس بنت عمك، بس قبل ما يطلع الضوء ترجع لهون. قول ألف مبروك من القلب لعرساننا الغوالي الأخ الجيدة والأخ فراس، وعقبال الأيام الحلوة والمجيدة يا رب. واسمحوا لي بارك لعمي وسيدي وتاج راسي وتاج راس الكل لمعلم أبو عليا. لعنة الله عليك شو منافق. عمي أبو عليا، مو جاي على بالك تشبك إيدك بإيد هالشباب وتنزل على الدبكة؟ لا والله ما لي مصلحة أشبك إيدي بإيد الشباب، بس الصبايا جاهزين لعيونهم ها. خاصة هالصبية إذا شبكت إيدها بإيد هالكهل بهالساحة أكيد رح يرجع شباب. الشباب منك ولورا عمي. يلا لنشوف. ها يا عقوبة اللي بتأخر عن الصورة. معك بالباص ابن العم، ما تركت حدا إلا ودعست له على رجله. ورجينا عضلاتك بالدبكة رح يشفط منك الصبية. والله بيعملها. قال ايه نادين طمنيني. ايه اكيد رح يحس اني بره هالشغلة، بس ما رح يحكي معي. ليكي اذا حكاكي خبريني. ايه وخليكي استنباري. يلا. Thank you.